اهلا وسهلا بكم اليوم بحلقه جديده من تثقيف صيدلاني. الشمس توصل لنا ثلاث شغلات اساسيه: الاشعه تحت الحمراء المسؤوله عن الحراره والسخونه، الضوء المرئي اللي يكون مسؤول عن الضوء والالوان الطبيعيه اللي احنا نشوفها بعيوننا، والأشعة فوق البنفسجية اللي عنده فوائد كثيرة وأضرار همين. من فوائدها أنه لما تنزل على الجلد تخلينه يكون فيتامين دي 3 اللي يقوي العظم ويلعب دور كلش مهم بالمناعة ضد كثير من الأمراض. والضوء الشمس تأثير إيجابي على النشاط والمزاج والعيون وشدة الرؤية. لكن حتى نستفاد من أشعة الشمس فإحنا محتاجين أنه نعرض مساحة كبيرة من الجلد والفترة قصيرة ما طويلي تقريبا كل يوم. أما الأضرار اللي راح نحكي عنها تحصل لما نتعرض للأشعة لفترات طويلة وبصورة متكررة بشكل كبير، حيث ممكن أن يسبب هذا الشيء تغييرات في بنية الجلد على المدى القصير، تشمل احمرار في الجلد يشار إليه عادة باسم حروق الشمس. يتبع الاحمرار تنشيط الخلايا الصباغية التي تزيد من معدل إنتاج الميلانين، مما يكون تصبغات لصد هذه الأشعة كآلية دفاعية، وهالشيء يجعل مظهر الجلد أغمق يشار إليه عادة بالجلد الأسمر. وتستنفذ الأشعة أيضا الكولاجين في البشرة، مما يمكن أن يسبب ترهل في الجلد وظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ممكن أيضا أن يسبب حساسية الشمس ويكون عامل بتثبيت الحبوب وظهور النمش والقلف بصورة أكبر. وهذا غير عن أنه التعرض المتكرر للأشعة ممكن يأثر على الDNA الخاص بالخلية، فتنتج آثار طويلة المدى تشمل فقدان دائمي لمرونة الجلد من خلال تكوين طبقات جلد زيادة كآلية دفاعية، فيزيد سمك الجلد ويفقد مرونته، وقد يؤدي هذا الشيء إلى تطور سرطانات الجلد. لهالسبب اللي يخاف على بشرته لازم يحميها من الشمس، وهالشيء طبعا يتحقق بأحسن طريقة وهي أنه نغطي جلدنا بالكامل 100%، وهالشيء طبعا بينه حماية كاملة بس ما عملي أو استخدام الشمسية. هالشيء يعطي حماية مناسبة بس أبدا ما كافية وكذلك ما عملي. هون يجي دور كريمات الحماية من الشمس. الواقيات الشمسية هي أي مستحضر موضعي يمتص أو يعكس الأشعة فوق البنفسجية من على الجلد المتعرض لأشعة الشمس، وبالتالي حمايته من الآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية أكو نوعين من الأشعة فوق البنفسجية، UVA و UVB مختصرة، وإحنا لازم نحمي نفسنا من النوعين. 5% من الأشعة اللي تصل بشرتنا تكون UVB، وهذا النوع يؤدي إلى الإسمرار ويكون مسؤول عن حروق الشمس وإمكانية حصول سرطان الجلد. ومعامل الحماية الشمسي SPF هو اللي يعكس كمية حماية واقي الشمس من هالنوع من الأشعة فقط. أما بالنسبة لل 95 الباقية فهي من UVA، وهالنوع هو اللي يقضي على الكولاجين ويساهم في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد ويؤدي إلى تكوين التصبغات. تجعل أشعة UVA أشعة UVB أكثر تفاعلاً، لذا يمكن أن يكون الاثنان على درجة كبيرة من الخطورة معاً. نتعرض للإشعاع الضار من الشمس تقريباً بأي وقت نكون بينه بالخارج أو بالقرب من نافذة. هذا الإشعاع هو تأثير على البشرة حتى لو ما كانت بشرتنا عرضة لحروق الشمس. كريمات الحماية تشتغل بطريقة من اثنين، ومن خلالهم يكون الواقي على نوعين: واقي فيزيائي وواقي كيميائي. نجي أول شيء الواقي الفيزيائي أو الواقي اللاعضوي أو المعدني، وهذا النوع كلتنا كن جربناه على الأقل مرة واحدة بحياتنا. يعمل هالنوع على عمل طبقة على سطح الجلد تعكس أشعة الشمس وتمنعها من الدخول إلى داخل الجلد، وهاي الأنواع تحمي بالأساس من الأشعة UVB وليس UVA.
النوع هذا يكون سميك وثقيل ويترك بياض ولمعان زائد بسبب خواصه الانعكاسية، ويصاحبه عطر غير محبب مما يقلل من تقبله عند البعض، وممكن يؤدي لظهور سمعة الواقي السيئة، لكن يعتبر الخيار الأفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة اللي تعاني من الحبوب، لأنه يحد من التحسس بفضل مكوناته مع القدرة الكبيرة على مقاومة الأشعة، وكذلك للبشرة ذات الأمراض الجلدية مثل القلف والتصبغات. لمعرفة ما إذا كان الواقي فيزيائي، نبحث على واحد من هالمكونات أو اثنينهم، الزنك أوكسايد أو التيتانيوم أوكسايد. إذا الواقي اللي تستخدمونه فيزيائي ومناسب لبشرتكم، فهالشيء كلش مناسب، لأنه هو يعتبر واقي مناسب وآمن للجميع. الواقي الكيميائي أو العضوي يعمل هذا النوع على التفاعل مع الجلد وامتصاص أشعة UVA والUVB وتحويله إلى طاقة حرارية، بالتالي تقليل آثار الضارة والعمق اللي ممكن من خلاله تخترق الجلد، فيبقى الجلد سليم بنسبة كبيرة. إذن أي واقي يحتوي على مكونات غير الزنك أوكسايد والتيتانيوم أوكسايد يكون كيميائي، والمكونات الأكثر تكراراً أوكسيبنزون وآفوبنزون، وطبعاً متوفر أكثر من 30 مكون لتكوين واقي الشمسي الكيميائي. هالشيء يخلي الواقيات الكيميائية مناسبة للبشرة، ملمسها ناعم، تمتص بسرعة ولا تحتوي على أي عطور. بس المشكلة من هالنقطة الخاصة بآلية العمل الامتصاصية، إنه أكو مجال مفتوح للتحسس وظهور الحبوب حسب نوع البشرة المعينة، ومن هون ممكن تجي سمعة الواقي السيئة. إذا بشرتكم معرضة للحبوب ممكن تستخدمون واقي شمس فيزيائي، بس إذا ما ناسبكم ممكن تجربون الكيميائي بدون أي مشكلة، مع ملاحظة المكونات اللي ممكن تفيد بشرتكم واللي ممكن تسبب له تحسس. ولازم نذكر أنه أكو كثير أنواع واقي بها مزج النوعين الفيزيائي والكيميائي، وهالشي ممكن يكون مناسب لبعض الأشخاص. أكو كثير كلام أنه الواقي الفيزيائي يكون فعال أكثر من الكيميائي، وهالشي كله باختصار ما صحيح. الاثنين يحمون بشرتنا من الأشعة بنفس الكفاءة. إذا ناخذ أي كريم للحماية، نلاحظ رقم مكتوب علينه SPF 30 أو 50 15 أو 100 أيًا كان، وهو الـ Sun Protection Factor، عامل الحماية من الشمس. الباحثين تابعوا الجلد لمن يتعرض للشمس راح يحصل بينه التهاب بعد مدة أشقت قدرة، ويتابعون نفس الجلد لو تطبق عليه الكريم راح يحصلوا الالتهاب بعد أشقد. فرق الوقت هذا هو معامل الحماية من الشمس الخاص بالكريم، وهذا معناه أنه كل ما ازداد الرقم كل من كان أفضل. بس لما نصل الخمسين من بعده كل الواقيات نفس الشيء وماكو أي فرق، وهي نقطة للانتباه حتى ما ننخدع بالمنتجات المعروضة بالسوق. ولازم نكون فاهمين انه هذا الرقم يخص الأشعة UVB فقط، ما له دخل بالنوع الثاني UVA، فلازم نتأكد انه الكريم المستخدم يحمي همين من الأشعة UVA، وهالشيء كلش مهم. اختيار الواقي المناسب، طبعا الأسواق بيها انواع كثيرة من الواقيات. واقي الشمس المناسب هو الواقي اللي ممكن يتطبق أكثر من مرة خلال النهار وبشكل يومي بدون أي انزعاج أو تحسس. لما نقرر اختيار نوع الكريم لازم يكون الـ SPF الخاص بينه 50 للحصول على أعلى حماية، وإضافة إلى أنه لازم يكون بينه حماية من الأشعة UVA، أي يكون ذات حماية واسعة الطيف، يعني يكون مكتوب علينه UVA زائدا UVB. طبعا حسب منشأ الواقي يختلف إذا بينه حماية من الـ UVA أو لا. بالنسبة للواقي الأمريكي يكون مكتوب علينه Broad Spectrum، أي واسع النطاق، وهالشيء ما يحدد درجة الحماية بالتحديد. هالشيء يخلي الواقيات الأمريكية ما أفضل نوع،
لأنه الحماية ما معروفة. أما الواقيات الأوروبية والآسيوية تكون أفضل. الواقيات الأوروبية يكون مكتوب عليها رقم وبجانبه PPD. PPD تمثل إيش قد البشرة تحتاج، يعني كم ضعف حتى تأخذ فرق باللون عن ما تكون بدون الواقي. إذا كان الرقم 10 أي PPD 10، بشرتنا ينغادل 10 مرات الوقت حتى تأخذ اللون. ممكن تختارون 10 كأقل رقم حماية، والأكثر يوفر حماية أكثر أكيد. أما بالنسبة للواقي الآسيوي من اليابان أو كوريا، فهم يستخدمون PA وبجانبه 3 علامات بلس. ينصح باختيار واقي شمس آسيوي يحتوي على الأقل 3 علامات بلس. هالشيء معناه أنه الحماية تكون ما بين 8 إلى 16 PPD. بالأخير لازم نعرف أنه كريم الحماية ما يكون حماية 100%، يعني ما لازم نخلي كريم الحماية ونتعرض للشمس ونتوقع الحماية الكلية وأنه بشرتنا ما راح تتأذى وما راح تسمر وتظهر عليها التصبغات. هذا مجرد وسيلة مساعدة للتقليل من الأضرار اللي ممكن تحصل، وجزء من استراتيجية للحماية من أشعة الشمس، يعني لازم نتحاشى التعرض للشمس بقدر الإمكان. وما ننسى أنه لازم نتعرض للشمس شوية كل يوم بمساحة كبيرة حتى نستغل الفائدة قبل تجربة أي واقي شمس جديد. اقرأ المعلومات الموجودة على العلبة للتأكد من أنه راح تحصل على الحماية اللي تحتاجها، وتجنب المكونات اللي قد تكون بشرتك حساسة تجاهها. بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض جلدية أو ذوي البشرة الحساسة، فيفضل عدم استخدام واقيات الشمس اللي تحتوي على العطور والمواد الحافظة ومادة الـ PABA ومادة الأوكسيبنزون واللي ممكن تسبب حساسية الجلد، والبحث عن المنتجات اللي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم المكون النشط الفعال للبشرة الحساسة. ولازم نذكر أنه تحتوي بعض مستحضرات التجميل مثل الفاونديشن على واقي من الشمس، لكنها لا توفر عادة حماية كافية من الشمس، فما ينفع استعمالها وحدها أبداً لتوفير حماية كافية. نصائح للحماية: من المهم عدم الاعتماد على واقيات الشمس التي تحتوي على عامل حماية عالٍ من الشمس وحدها. الواقي الشمسي هو مجرد جزء واحد من الاستراتيجية اللي يجب أن تشمل أيضاً البحث عن الظل والفي وتجنب أشعة الشمس بقدر الإمكان، وارتداء القبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية وتحمي العينين، ومحاولة لتحديد الوقت الذي تقضيه في الشمس خاصة بين الساعة 12 صباحاً والثالثة ظهراً عندما تكون أشعة الشمس أكثر كثافة. خرافات وأخطاء حول واقيات الشمس نذكر منها: أولاً، عدم استخدام الواقي خلال فصل الشتاء لأنه نحس الشمس ما قوية بسبب الطقس الغائم. لازم نعرف أنه الواقي يستخدم بكل الفصول وبكل الأيام لأنه الأشعة موجودة بكل الأوقات وراح تظل تأذي بشرتنا أياً كان الطقس. ثانياً، الواقي ما يستخدم بالليل فقط بالنهار وما بينه أي فائدة، لازم نستخدم بديل عنه أي نوع من أنواع النايت كريم. ثالثاً، الخرافة اللي تنص على عدم استخدام واقي الشمس داخل المكتب أو البيت لعدم التعرض للأشعة. لازم ننتبه أنه إحنا بأي مكان بينه نافذة عيدخل منه ضوء حتى لو ما شمس، إذا أكو أشعة فوق البنفسجية لازم استخدام الواقي. خلونا نتذكر أنه هو واقي من الشمس وليس واقي من الضوء. رابعاً، استخدام الواقي صباحاً مرة واحدة فقط، وبالنهار لما تكون الشمس بأعلى قوة ما يكون أكو له أي أثر على البشرة، هالشي غير كافي. لازم يتجدد واقي الشمس كل ساعتين أو 3 حتى يبقى فعال. ولازم نعرف أنه لا توجد واقيات الشمس مقاومة للماء، إذن يجب إعادة تطبيق الكريم كل ساعتين على الأقل وبعد تعرق البشرة.
ممكن استخدام الواقيات على شكل البخاخات، بس لازم ننوه إنه ممكن ما توفر الحماية الكاملة. خامساً، اللي يخلون ميك أب ويحسون صعب تطبيق واقي الشمس، أكو عدة أنواع من واقي الشمس مثل الباودر أو الستيكس واللي تساعد بهالحالة مع مراعاة تطبيقه قبل الميك أب. سادساً، المعلومة الخطأ بأنه الواقي يشتغل بعد 20 دقيقة من التطبيق. واقي الشمس يعمل حالاً فور تطبيقه، بس لحد ما يمتص من قبل البشرة ويغطي مساحة يكون عمله أكثر فعالية. سابعاً، كمية واقي الشمس اللي تنحط ما لازم تكون بطرف الأصبع، لا، لازم تكون الكمية مساوية لمقدار ملعقة شاي كاملة من الواقي الـ SPF 50 أو بمقدار طول إصبعين للحصول على الحماية الفعالة المكتوبة على العلبة. إذا كنتم تحسون الواقي الخاص بيكم ما ممكن يستخدم كمية كبيرة، إذن الواقي غير مناسب، ممكن يزيت البشرة أو ينشفها. ولازم ننوه إنه معامل الحماية الـ SPF سواء كان 50 أو أكثر تظل نفس الكمية ذات المطلوبة منه، وهي ملعقة شاي كاملة أو بمقدار طول إصبعين. ثامناً، عدم استخدام النظارات الشمسية لحماية العيون. تاسعاً، عدم استخدام واقي الشمس بالتساوي على البشرة. الأشعة ممكن تصيب أي جزء مكشوف من الجلد مهما كان قليل، والتطبيق ما يكون مقتصر على الوجه والعيون، وإنما أي منطقة معرضة للشمس مثل الأذان والرقبة والإيدين. عاشراً، تجنب وضع الواقي تحت العين بسبب الهالات السوداء. ملاحظة 11، الخرافة بأن واقي الشمس يجعل حب الشباب أسوأ، والواقع عكس هالشيء تماماً، لأنه كلش مفيد لحب الشباب والندبات. الملاحظة 12، أنه الأطفال والرجال استخدامهم لواقي الشمس غير ضروري. نذكر آخر شيء من الخرافات والأخطاء، نقاط تخص الأشخاص اللي ما يحبون يستخدمون واقي الشمس لعدة أسباب. منها أنه يفكرون أنه هي بحاجة لفيتامين دي 3 اللي بشرتنا تفرزه خلال التعرض للشمس. لازم نعرف أنه الفيتامين حصل علينه خلال التعرض الـ 15 دقيقة بس من الشمس، ما لزوم نتعرض كل النهار للحصول علينه بكمية أكبر. ومنا اللي يعتبرون أنه بشرتهم داكنة وأنه الشمس بس تأذي الأشخاص اللي بشرتهم فاتحة بحيث يبين عندهم الإحمرار، والحقيقة أنه الشمس تأذي كل أنواع البشرة وبكل ألوانها، والإحمرار ما الدليل الوحيد على أنه البشرة تأذت. لازم نعرف أنه لما البشرة يصير بها إسمرار وتبدي التصبغات تظهر، هل شيء معناه أنه البشرة عاد تتضرر لأن عاد يحصل تغيير بلونها، وهذا الشيء معناته أنه البشرة عاد تطعي رسالة بالضرر الحاصل. أما اللي يحاولون يصنعون واقي الشمس بالبيت فهل شيء أبد ما يعتبر آمن، ما تقدرون تعرفون الأضرار اللي ممكن تنتج عن المستحضر واللي على الأغلب يكون خالي من الحماية. أما اللي ما يستخدمون الواقي لأنه واقيات معينة سببت مشاكل معينة، هذول الفئة ننصحهم أنه يدوغون ويبحثون ويجربون واقيات، أكيد راح يلقون الواقي المناسب. ومع هذا حاولوا تتلافون مشاكل معينة ممكن أنه يسبب الواقي، مثل التزييد ممكن يتعالج بتطبيق اللوز باودر بعد الواقي. بالنهاية، واقي الشمس حاله حال أي مستحضر ثاني مهم مثل معجون الأسنان، لازم يكون من ضمن ثقافة الاستخدام اليومي، ولازم يحظى باهتمامنا الكبير اليومي حتى نحافظ على صحة بشرتنا ونحميها من الأمراض.